هنا في المدينة التعليمية التي تعد تجربة جريئة في مجال التعليم الدولي، بما تضم من جامعات وكليات ومختبرات ومعاهد على مساحات ضخمة، تبرز إحدى دعائم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. إنها جامعة حمد بن خليفة، المكون التعليمي الذي يركز بحوثه على الأولويات الوطنية. قضية التعليم العالي والتعليم على مستوى الدراسات العليا والبحوث يأتي ضمن رؤية شاملة وعامة لدولة قطر حول دورها على المستوى الإقليمي والعالمي. اعتمدت الدولة دور عالمي على المستوى الاقتصادي، على المستوى الدبلوماسي، وعلى المستوى السياسي، وتأتي القضية التعليمية والقضية البحثية كجزء من هذه الرؤية الشاملة للدولة بلعب دور أساسي ومحوري في القضية التعليمية والبحثية على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي. جامعة حمد بن خليفة أخذت على عاتقها أمر مهم جداً، وهو أن عملية البحث العلمي قيمتها تأتي من خلال التأثير على المجتمع، من أجل نقل المعرفة من النطاق الجامعي إلى المجتمع بشكل عام. لذلك تقوم مراكز البحوث في الجامعة بالعمل حول تحديات تهم دولة قطر بشكل رئيسي، وتساهم في إيجاد حلول علمية ومعرفية من أجل التعامل مع هذه التحديات. تقوم هذه المراكز بالعمل في مجالات مختلفة، مجال الطاقة والبيئة، علوم الحاسب أو الICT، بالإضافة إلى مركز البحوث المتعلق بالعلوم الطبية، في محاولة لتقديم حلول علمية تؤدي إلى أثر محلي على المجتمع، وبنفس الوقت هذه البحوث لها بعد عالمي لأنها مشكلات أيضاً بحد ذاتها عالمية وليست محلية فقط. أولى هذه المراكز البحثية الواعدة هو معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وتتمثل مهمته في إجراء وتنسيق البحوث طويلة الأجل ومتعددة التخصصات التي تعالج التحديات الوطنية الكبرى في مجال أمن الطاقة والمياه. يعتبر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أحد 3 معاهد أبحاث تندرج تحت جامعة حمد بن خليفة. تم إنشاء المعهد في سنة 2011 وبدأ العمل في 2013 بشكل رسمي. نقوم بإجراء الأبحاث في 3 مجالات. أول مجال في مجال أمن الطاقة، في مجال أمن المياه، وفي مجال البيئة وجودة الهواء. قطر تعتبر من أغنى دول العالم، لكنها تحت خط الفقر المائي فيما يتعلق بأمن المياه. أحد الموارد الأساسية والأهم والأكبر في دولة قطر هي مياه البحر المحلى، تبلغ نسبتها تقريباً 50% من إجمالي الموارد المائية. عملية زيادة الاستهلاك راح تضع عبء في إنتاج كميات أكبر من المياه، وبالتالي استهلاك وقود أكثر، وبالتالي أثر بيئي أكثر. ارتفاع درجات الحرارة اللي موجودة في مياه الخليج تزيد من نسب تكون الترسبات البكتيرية والبيولوجية على المرشحات. من أهم التقنيات اللي نسعى لي دعمها بالأبحاث العلمية هي تقنية المرشحات التناضح العكسي. تم في المعهد ابتكار مرشحات باستخدام مواد النانو بحيث أنها تكون قادرة على التعامل مع النسب المرتفعة للملوحة، بالإضافة لأنها تمنع تراكم هذه الترسبات البكتيرية والفطرية على المرشحات.
طبعا هذه العملية شلون راح تضيف لهذه التقنية؟ انها راح تصير الدفعة التشغيلية اقل، الكفاءة افضل، طاقة اقل، وبالتالي اذا التزام افضل للدولة تجاه التزامات الدولية. وتم تسجيل براءة اختراع ايضا في لهذه التقنية الجديدة، وان شاء الله السنة الجاية راح يتم انشاء هذه المحطة التجريبية على ساحل دخان بالتعاون والاتفاق مع الشركة القطرية للكهرباء والماء. ثاني مورد من الموارد الأساسية للمياه في دولة قطر هي المياه الجوفية. تبلغ نسبة هذا المورد 25% من إجمالي الموارد المائية بالكامل للدولة، بالكامل تستهلك لري المحاصيل الزراعية. كميات المياه الجوفية عادة كل سنة يتم تغذيتها من خلال هطول مياه الأمطار، ويصير في إعادة تغذية من مناطق معينة بالإضافة للتدفق اللي يجي على المياه الجوفية من المناطق المجاورة وأحواض المياه الجوفية المجاورة. يعني إحنا نستخدم في هالحالة عدة تقنيات، نستخدم صور الأقمار الصناعية، نستخدم برامج محاكاة تم تصميمها في المعهد، نقوم أيضا باستخدام أجهزة الرادار الميدانية، نروح للميدان يعني يتم قياس مستويات المياه من خلال أجهزة الرادار، وأيضا نقوم باختبارات معملية وميدانية لفهم حالة المياه الجوفية، وبالتالي تقديم توصيات تدعم إعادة التغذية والجهات المعنية بإدارة أمن المياه في الدولة. ثالث مورد من موارد المياه المائية الموجودة في الدولة هي مياه الصرف الصحي المعالجة، تبلغ نسبتها تقريبا 25% من إجمالي الموارد المائية. طبعا نطمح يعني دعم الجهات المعنية في إيجاد حلول لرفع جودة هذه المياه لاستخدامها في استخدامات أخرى. على سبيل المثال ري المحاصيل الزراعية اللي أكيد راح يفيد في أن احنا ندعم برنامج الأمن الغذائي. تم تصميم محطات تحلية تجريبية بحيث أنها تحاكي الواقع، ونستخدم من خلال نقدر نستخدم المرشحات والفلاتر التي تم ابتكارها في المعهد لتجربتها على أرض الواقع وفي الميدان على الأقل لمدة 2 إلى 3 سنوات ماكسيمم. بعد هذه المرحلة أتوقع أن احنا راح نكون جاهزين لإطلاق منتجات نقدر نقول عليها صنع في قطر. هذه السنة أطلق المعهد اتحاد الطاقة الشمسية، وهو برنامج معني بإجراء الأبحاث واختبار وعرض تقنيات الطاقة الشمسية الرائدة. طلبتنا يأتوا من بشكل رئيسي من دولة قطر، لذلك نحن نحرص في الجامعة أن يتخرج الطالب وليس لديه فقط إلمام بالمشكلات والقضايا من الناحية النظرية، وإنما مشاركة الطالب في البحث العلمي بحيث يقوم بتطبيق جميع ما يتعلمه ضمن المحاضرات في مجالات عمله. أدرس دكتوراه في جامعة حمد بن خليفة في قسم الهندسة والعلوم في برنامج اسمه البيئة المستدامة. هذا البرنامج يتناول أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية من ناحية التلوث البيئي وأضراره وسبل السيطرة عليه. أنا ضمن فريق البنية المستدامة مع الدكتور سامي الغامدي، ونركز على قطاع البناء والمباني الخضراء. المباني الخضراء مصطلح انطلق على مشاريع تهدف أن تكون صديقة للبيئة من خلال تقليل استخدام المواد وتكون أكثر كفاءة باستهلاك المياه والطاقة، وأيضا تقليل مخلفات البناء. اخترت هذا التخصص لأني تنبأت الأضرار البيئية اللي تحصل من قطاع البناء. المباني الخضراء تحديدا هي أكثر تعقيدا من المشاريع العادية بسبب التكنولوجيا الموجودة بها، وأيضا المواصفات اللي علينا نطابقها. نتكلم عن المواصفات فتحدث عن الجودة، فالجودة هي جدا صعبة في المباني الخضراء، وأهم أدوات نجاح المشروع هو اختيار منظومة تسيير المشاريع.
مشروع بحثي هو تقييم المنظومات تسليم المشاريع من ناحية الجودة حتى تكون أكثر مواكبة للمباني الخضراء. اللي يميز بحثي أنه يصب بشكل مباشر بالأمر الواقع. هنا عملت مع شركة Gulf Systems المطور الرئيسي، وهنا عندنا مجمع سكن متكامل للعمال يستقطب حوالي 4000 عامل، وفيها مواصفات أعلى المواصفات والمعايير وفق وزارة البلدية والبيئة من ناحية المواد المستخدمة كلها مستدامة، من ناحية تقليل استهلاك الطاقة والمي وإعادة استخدام المياه الرمادية. استفادت من هذا المشروع أني صيغت الإطار الباحث أن يكون يواكب الواقع، وأيضا كرست ثقافة الاستدامة مع جميع الطاقم اللي يعمل معي. لدينا شراكات محلية وشراكات عالمية، لذلك تجد أن الجامعة علاقات مع مختلف القطاعات الحكومية والصناعات الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى شراكات عالمية، إيماناً من الجامعة بدور الدولة على المستوى العالمي، وبأن هذه الإشكالات التي تواجه دولة قطر هي إشكالات أيضاً بنوعها عالمي. معهد قطر لبحوث الطب الحيوي الذي أسس لمجابهة الأمراض المنتشرة في الدولة والمنطقة عموماً، مع التركيز على تطوير البحوث الانتقالية في مجالي الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية. كان هذا العام حافلاً بالنسبة إليه، بدءاً من انتقاله إلى منشآته الخاصة التي تضم مختبرات حديثة ومرافق أساسية، وصولاً إلى فوزه بجائزة أفضل مؤسسة بحثية عربية لعام 2017، ليؤكد مكانته الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية للمنطقة بأسرها. معهد قطر لبحوث الطب الحيوي هو معهد وطني يعمل تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، أسس سنة 2012 من قبل مؤسسة قطر. أهداف معهد قطر لبحوث الطب الحيوي هو المساهمة في تقديم خدمات صحية متطورة لسكان قطر عن طريق الأبحاث المتطورة لإيجاد حلول لمكافحة الأمراض من حيث الوقاية، من حيث طرق جديدة للعلاج، من حيث طرق تشخيص متطورة، للوصول للهدف الأول وهو توفير الطب الشخصي لسكان قطر. معهد قطر قام بإنشاء ثلاث مراكز بحثية تعمل تحت مظلة المعهد. المركز الأول والأكبر هو مركز متخصص في أبحاث داء السكري، المركز الثاني لبحوث السرطان ومتخصص في أمراض السرطان الثدي، والمعهد الثالث وهو معهد يختص بأمراض الأعصاب، وهو مركز فريد من نوعه لا يوجد مثله في منطقة الشرق الأوسط، بحيث يهتم بأمراض التي تصيب الأطفال مثل أمراض التوحد، وكذلك الأمراض التي تصيب كبار السن مثل أمراض الشيخوخة والرعاش وغيرها. عملي في مجال الأبحاث كان عندي اهتمام معرفة الوظائف الطبيعية في جسم الإنسان، وما هي المسببات لتطور الأمراض وداخل جسم الإنسان. مشروعي أنا شخصياً بيبحث التقدم بالعمر على مستوى الخلية، وكيف أنه التوترات والطفرات الوراثية على مر العمر ممكن تتراكم بداخل الخلية وتؤدي إلى الأمراض المصاحبة للشيخوخة مثل السرطان وداء السكر، ارتفاع الضغط، أو الأمراض العصبية مثل الباركنسون والزهايمر. لازم يكون عندنا قاعدة علمية قوية، لازم نكون نواكب العصر، نواكب التكنولوجيا، يكون عندنا خلفية قوية في الأسس البحثية لحتى نقدر نحن نضيف لهذا المجال.
قام معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بتوقيع شراكة مع معهد هارفارد لخلايا جذعية، وهذه شراكة لمدة 5 سنوات. المحور المهم وهو إيجاد شراكة بحثية ما بين المعهدين، بحيث يقوم العلماء في معهد قطر وكذلك علماء معهد هارفارد للخلايا الجذعية بإقامة مشاريع بحثية ما بينهم لمدة 3 سنوات. إن شاء الله يكون فيه 3 أو 4 بحوث ما بين المعهدين. المحور الآخر والمهم وهو سوف تكون هناك دراسة كلينيكية في بوسطن تجرى من تحت مظلة معهد هارفارد الخلايا الجذعية، وهي دراسة سريرية لاستعمال الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكري في بوسطن. وسوف تمتد هذه الدراسة السريرية والكلينيكية إلى الدوحة، بحيث سوف تقوم يعني نفس الدراسة هنا في الدوحة بعد بدايتها في بوسطن. أكملت دراسة الطب في جامعة وايل كورنيل في قطر فونديشن، ومن ثم تزامناً مع انتهاء فترة تدريبي قمت بالالتحاق في برنامج الدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة للتخصص في العلوم الطبية الحيوية. امتاز تخصصي في استخدام أكثر تكنولوجيا تطوراً تخصص الخلايا الجذعية، فنحن في دولة قطر نتميز بوجود أفضل المعامل المتخصصة في هذا المجال، وأيضاً تطوير علاجات وخلايا جذعية مفرزة للأنسولين تعتبر الأولى من نوعها في هذه المنطقة. المجتمعات تتغير، وما سوف يكون بعد 10 سنوات أو 20 سنة من الوظائف هو غير موجود حاليا، وليس لدينا على الأقل من الأشخاص الحاليين القادرين على هذا العمل. لذلك عملية غرس روح البحث العلمي، غرس روح التطور، غرس روح القدرة على التطور ضمن الطلبة هو أمر أساسي من أجل أن تحقق الدولة منشودها في المستقبل، لأن هؤلاء هم قادة المستقبل. أما معهد قطر لبحوث الحوسبة فهو يركز جهوده على مواجهة التحديات في مجال الحوسبة واسعة النطاق، بغية تلبية الأولويات الوطنية للنمو والتطوير، ما يجعله يلعب دورا محوريا في مساعي الدولة للتحول من اقتصاد الكربون إلى اقتصاد قائم على المعرفة. معهد قطر لبحوث الحوسبة هو جزء من جامعة حمد بن خليفة، تم تأسيسه بالعام 2010، والهدف منه كان لإجراء أبحاث تطبيقية في مجال الحوسبة خاصة، يعني كيف شو هي الأمور المطلوب إيجاد حل لها بالمجال البحثي. وبيقوم بأبحاث بعدة مجالات، منها تقنيات اللغة العربية، الحوسبة الاجتماعية، الأمن السيبراني والمعلوماتي، وتحليل البيانات. قطر لبحوث الحوسبة قام بالعديد من الإنجازات منذ تأسيسه. على سبيل المثال، سجلنا أكثر من 250 براءة اختراع وحصلنا على 31 منها. تم إنتاج أكثر من 700 ورقة بحثية وأكثر من 160 ألف استشهاد بهذه الأوراق البحثية. الأهم من ذلك أنه تم وضع اسم المعهد ودولة قطر في الريادة في مجال الأبحاث حول العالم. فالحمد لله الآن نحن من الرواد في مجال معالجة اللغة وتحليل البيانات وغيره. Hello everybody, welcome to our research institute. As you can see, I'm talking to the system in English and the system is trying to understand my speech and immediately translate it into Arabic. لكن الأهم من ذلك أنه نحن متعودين أنه نقوم باستيراد التكنولوجيا والتقنيات من الغرب ومن الخارج، ولكن قمنا الآن بتصدير التكنولوجيا إلى الغرب وإلى شركات كبيرة مثل بوينغ والبي بي سي وغيرهم.
أسعى من خلال التحاقي في برنامج الماجستير التابع لجامعة عبد المنعم خليفة إلى رفع كفاءة القطاع اللوجستي والخدماتي في دولة قطر من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال، حيث أني أعمل حالياً على العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى عمليات التحول الرقمي في مجال الجمارك، حيث أعمل حالياً مدير لبرنامج النديب وهو منافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي. أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر 2017 قرار بتشكيل اللجنة العليا الخاصة بهيئة المناطق الحرة. بالنسبة لي أشوف أن المناطق الحرة هي فرصة استراتيجية لدولة قطر، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في هذا الأمر أمر لا بد منه. أنا أهدف من خلال دراستي إلى ربط الجانب التكنولوجي والجانب العلمي في خلق بيئة متكاملة لإدارة الأعمال في دولة قطر من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة مثل الحلول الذكية أو المتكاملة لإدارة المخازن، أنظمة التتبع للحاويات، وربط الأنظمة كلها بنظام جمركي متكامل يهدف إلى رفع العمل الجمركي في دولة قطر. لدينا العديد من الشراكات في معهد قطر، فهناك الشراكات مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة، شركات عالمية أو حتى محلية، مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وهناك شراكة هامة جدا مع الأمم المتحدة. قمنا بتطوير برنامج لمساعدة الوكالات الإغاثية في حال حدوث الكوارث أو الأحداث الكبيرة. تم استخدام هذا البرنامج أكثر من 400 مرة حول العالم، وبسببه تم إنقاذ العديد من الأشخاص في حال الكوارث كالزلازل وغيره. لدينا شراكات محلية كثيرة، على سبيل المثال كافة الجهات الحكومية تقريبا، وشركات خاصة مثل الجزيرة وشركة الطيران القطرية. وطبعا هي الشركات أهمية جدا، وهالأهمية تنبع من أنه نحن كمركز أبحاث بيلزمنا البيانات الواقعية في الحياة اليومية، فهذا ما نحصل عليه من هذه الشركات أولا. ثانيا الشركات هي مجال لتسويق هذه الملكية الفكرية التي تنتج عن الأبحاث. يهدف معهد قطر لبحوث الحوسبة أن يبقى الرائد في العالم في مجال الأبحاث، وقمنا منذ شهر بإطلاق مركز قطر للذكاء الاصطناعي، فكافة دول العالم لديها مركز واحد على الأقل وطني للذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي هو جزء من حياتنا اليومية، فنأمل أن يصبح هذا المركز هو المركز الوطني، ليس فقط لتطوير مشاريع بالذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا لوضع السياسات للدولة في هذا المجال. كذلك يقدم المعهد فرصاً فريدة للأطفال والمراهقين لتطوير مهاراتهم في مجال الحوسبة، بخاصة لجهة التدريب العملي على حل إشكالات تقنية بطريقة إبداعية من خلال الابتكار والعمل الجماعي. قطر ابتدأت مسيرة النهضة من أكثر من 20 عاماً، وهي ترى نصب أعينها أن تصبح مصدراً للمعرفة كما كانت وما تزال مصدراً للمصادر الطبيعية. لذلك قطر في المستقبل القريب إن شاء الله سوف تكون الدولة التي ينظر إليها العالم حول المعرفة والقدرات البشرية، وسوف تكون لها دور إن شاء الله كما لها دور على قطاع النفط والغاز والقطاع الاقتصادي والدبلوماسي، سوف يكون لها دور أساسي ومحوري عالمياً على القطاع التعليمي والبحث. بقي التذكير بأن موسم الحصاد بالنسبة لجامعة حمد بن خليفة قد بدأ مبكراً بالرغم من حداثة عمرها، إذ كانت أول مؤسسة قطرية تدرج في قائمة مؤشر نيتشر لأفضل مؤسسات البحوث العلمية الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، فاحتلت المركز 15 تقديراً للتطور متسارع الوتيرة الذي حققته الجامعة خلال السنوات الماضية. ما أتمناه من خلال خبرتي في جامعة حمد بن خليفة أن تكون هذه الدراسات كافية لكي تطورني كطبيبة وتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى في دولة قطر. نتمنى في خلال 5 سنوات يكون المعهد قد قام بتدريب جيل متطور، جيل يستطيع أن يأخذ المسؤوليات بحيث يضع قطر والمنطقة على مستوى العالمي. جامعة حمد بن خليفة فتحت لي أفاق في مجال الاستدامة
وكيفية تنفيذها في الأمن الواقع. أمنيتي أن أساهم في نهضة العمرانية في قطر ووطننا العربي، وأن يكون بحثي يساعد أصحاب القرار باتخاذ المنظومات تسيين المشاريع الصحيحة حتى يكون نشوف مشاريع مباني خضراء أكثر في هذه المنطقة. معهد قطر لبحوث الحوسبة كان المعهد الوحيد الذي ذكر خارج الولايات المتحدة في تقرير دون ريبورت من جامعة ستانفورد. من أهداف معهد قطر لبحوث الحوسبة هو مواكبة التكنولوجيا بشكل يومي ومساعدة على تحقيق رؤية قطر بالانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة. أنا حريص جداً من خلال التحاقي ببرامج الماجستير في جامعة حمد بن خليفة إلى ترجمة ما تعلمته في هذا البرنامج إلى واقع، والمساهمة كفرد من أبناء قطر الحبيبة في رفع مستوى الأعمال وتطور الأعمال في دولة قطر.